اهلا بيكم في مغربيات. النهارده هنعمل جراتان كريب بكبده الفراخ والجبنه، وهنعمل سلطه فراخ مشويه. هنطلع فاصل نرجع نعمل اكل. رجعنا بعد الفاصل، هقول لكم مقادير او الاكله اللي هي الكريب جراتان الكريب بكبده الفراخ. هنحتاج كبده فراخ، عصير طماطم، جبنه موتزاريلا، جبنه مبشوره، توم، بقدونس، زيتون انا منعماه، وبصل متقطع صغير، ليمون معصفر، وطبعا كريب. يلا نسمي كده ونبتدي. خدي الزيت، بسم الله، حط مش كتير، يبقى معلقه كبيره الزيت. هنحط البصل، بسم الله، وهنحط على طول كبدة الفراخ. طبعا مغسولة كويس جدا بالليمون، ملح، انا عايزة افرمها شوية مش عايزة تبقى صحيحة. هنتبل ملح وفلفل اسود، معلقة صغيرة عشان نحط الثوم، انا موطيه النار عليها لانه كده 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 الفراخ ما بتاخدش وقت كتير في السوى، وانا مش عايزاها تتحرق. المهم انك تفضلي تقلبي فيها لحد الاخر، لحد ما تخلص. يعني كبده الفراخ مش واحد مش لازم يسهى عليها وهو بيعملها كده. تمام كده تلات ارباع سوى، انا مش عايزاها مستويه على الاخر، عايزاها تلات ارباع سوى لان انا لسه هدخلها الفرن. عايزين نبعد النار. هجيب البولة، سيبها بس تبرد شوية. هحط في البولة البقدونس، بسم الله، معلقتين كبار بقدونس. اجيب قطعة، عايزة اقطع عليها الليمون المعصفر عشان نخلطه. نقطع شرايح صغيرة خالص، تمام قوي، بسم الله. هنحط كبدة، كبدة الفراخ، نقلبهم مع بعض. انا ممكن ازود بقدونس تاني، حاسة ان البقدونس قليل. ناخد معلقة كمان، وناخد الزيتون اخضر اللي انا منعماه، الكبة ممكن تعمليه بالكبة. الجبنة معلقة تانية نضيفة، بسم الله،
هي الجبنه كده كده عشان كبده الفراخ سخنه هتسيح. هو ده المطلوب. تمام قوي كده، كل المكونات دخلت مع بعض كويس. عايزين نشيل دي هنا. طيب اشيل الحاجات اللي ملهاش لازمه، نجيب الصينيه اللي هندخل الفرن، نحط عصير الطماطم. بسم الله. نجيب قطعة تانية. نطلع الكريب، نغطيه بس عشان ما يشفش. وناخد حشوة. نقفلها. نحط ايدي الاولى. هنا هعملها بالطول علشان تاخد دي. ونعمل اتنين كمان فوقيهم. واحدة كمان بالطول. نقفلها من جنب وخلصت. نرش عليها الجبنة. بس كده وهدخلها الفرن. طيب هطلع فاصل، هنرجع نعمل السلطة. رجعنا بعد الفاصل. افكركم نعمل ايه اللي احنا عملناه في قبل الفاصل. عملنا كريب بكبده الفراخ والجبنه، اهو جراتان كريب بكبده الفراخ والجبنه في الفرن. هفكركم كده في السريع عملناها ازاي. احنا جبنا كبده فراخ
وبصل حطيناها من الاول، كبده فراخ، بصل، ثوم، ملح، فلفل اسود. حاولت ان انا انعمها شويه وهي بتستوي. بعد كده حطيت، لما استوت حطيت عليها بقدونس، جبنه، وزيتون مطحون او معمول ناعم، معمول زي المعجون الزيتون، قلبتهم في بعض. وبعدين جبت الصينيه، حطينا الاول عصير الطماطم، وحطيت الكبده جوه الكراب، ولفيناها ودخلناها الفرن. بعد حطينا موتزاريلا في الاخر. طيب دلوقتي هنعمل سلطه صدور فراخ. هنحتاج صدور فراخ، جزر مبشور، بطاطس مبشوره، خس، طماطم تشيري، صويا صوص، خل، مستردة، جنزبيل فريش، ثوم، بقدونس، وليمون معصفر. عايزه اجيب بوله. هنعمل ايه الاول؟ هنخلط الحاجات دي على بعض. يلا هنحط، بسم الله، على الصويا صوص، مستردة، انا عايزه معلقه، نحط الخل، بسم الله، جنزبيل فريش تقطع صغير، نشيل بس دول، وهنحط ملح وفلفل اسود. قربهم جنبي. الحاجات اللي انا حطيت، عايزه اشيل ده، دي نجيب ويسك صغير. ونتبل فيها، نحط فيها صدور الفراخ، بسم الله، طبعا هو الاحسن انك تعمليها وتسيبيها في الثلاجه، تغطيها وتسيبيها في الثلاجه وقت شويه، ساعتين ولا حاجه قبل ما تشويها. كل ما فضلت في الثلاجه وشربت الصوص بتاعتها اكتر، كل ما هي بيطلع طعمها احلى. عايزه ابص على الجراتان، مش عايزين ننساه. لا حلو، قربت. طيب دلوقتي هنبتدي نعمل، على بال ما تتعمل شويه نبتدي نحضر. هناخد نصفي البطاطس، بسم الله، عايزه انشفها. البطاطس معموله كانها تتعمل هاش براون، بس انا مش هعملها هاش براون، انا هحمرها، بس ننشفها كويس. حلو قوي. طيب نعلي شويه على الزيت. نجرب، بسم الله، ممكن اسيبها شويه كمان، بسم الله، مش هتاخد وقت كتير وهي تتحمر. يلا عايزين نحط البطاطس اهي،
تمام. نسيبها. عايزه دلوقتي اجيب القطاعه اقطع صدور الفراخ. بسم الله، شربت الصوص وبقت جميله. يلا بسم الله. دي ونحضر الطبق، نحط الخس. طيب عايزه اطلع الجراتان الكريب اللي احنا عاملينه لما خلاص كده خلص. ايوه بسم الله، تحفه، شكلها حلو قوي، ريحتها كمان حلوه جدا. نجيب طبق نطلع عليه صدور الفراخ. عايزه اقطع ليمون. طيب عايزه ايه؟ عايزه بوله. ماشي، انا غيرت رايي في حاجه، الجزر هخليه ني، يعني هخلط الطماطم، هنحمر البطاطس بس، يعني الحاجه الوحيده اللي هتبقى مستويه هي البطاطس والفراخ. نحط كده الجزر ونحط البقدونس. ليمون مع اصفر. طيب انا عايزه اشيل بس الفراخ ونكمل علشان مش عايزه تتحرق. بسم الله.
طيب هناخد ملح وفلفل اسود نحط عليهم. وهنحط شوية زيت زيتون. ونقلب. وهخليها على جنب لحد لما نخلص البطاطس وهزودها عليها. نشيل دول. طيب انا البطاطس كده خلاص. اهم حاجه وانتي بتحمريها كل شويه فكيها من بعض علشان ما تمسكش. اه كده خلاص تمام قوي. عايز اجيب طبق اطلعه عليه اطلع عليه البطاطس عشان نشفها. يلا بسم الله. سلطة جميلة جدا وخفيفة وبتاعة الجو ده الحر اللي احنا فيه ده. ما تعتبرهاش سلطه بس يعني ممكن تتاكل الغدا عشاء مثلا ما بتحبش تتقل. تمام قوي كده كده خلاص اهي نحطها هنا. بسم الله. صوت البطاطس وهي مقرمشه لوحده يفتح النفس. يلا بسم الله. نحطها كده. ونرص عليها صدور الفراخ المشوية. عايزين بس اللي تحت يبان مش عايزين نحط صدور. دول الاكلات اللي احنا عملنا النهارده ان شاء الله تجربوهم في البيت ويعجبوكم. بالهنا والشفا وبالصحه والراحه.